السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students of Senior 1. النهاردة هنبدأ مع بعض زي ما قلتكم نعمل exercises بالنظام الحديث. هنبدأ بلسن 1 اللي هو بنتكلم فيه عن الكربوهيدراتس ونشوف شكل الأسئلة ممكن تيجي إزاي. نمبر 1 قدامنا فيجر هنا. الفيجر ده المفروض إن أنت تبقى عارف هو representing لإيه، بس هو مساعدك في السؤال، بيقول لك the following figure represents a complex sugar. هتعرف منين انه كومبلكس شوجر؟ لان هو فورمد من ماني مونوساكرايدز لينكد توجذر باي بوند. فبيقول لي منشن ان اكزامبل فور ذيس فيجر ويتش از ستورد ان بلانت سيلز. طيب يعني انت مطلوب منك ان انت تبقى عارف الكومبلكس شوجر او البوليساكرايدز اللي موجوده ستورد ان بلانت سيلز هي مين؟ هتقول على طول اللي هو الستارش. يبقى انا هنا الستارش هي الفورم اللي بيها البلانت بتعمل ستورج للكومبلكس شوجر او البوليساكرايدز. طيب السؤال الجزء الثاني از عايزه اكزامبل على نفس اللي هو الكومبلكس شوجر ده، بس بيكون ستورد ان هيومن اند انيمال سيلز. احنا عارفين ان الشوجر اللي هي البوليساكرايدز او الكومبلكس شوجر بتتخزن جوه الانيمال سيلز على شكل جلايكوجين. طيب السؤال الثالث بيقول enters in the structure of plant cell walls. مين من الكومبلكس شوجر بيدخل في تركيب البلانت سيل وول؟ طبعا الاجابه هتكون السليلوز. طيب ننقل على الجزء الثاني او السؤال نمبر 2. بنقول starch is made up of glucose sugar. احنا عارفين الستارش هو واحد من الكومبلكس كربوهيدراتس، فبالتالي هو معمول من جلوكوز شوجر. Many molecules من الشوجر. طيب when you use Benedict's reagent، بنستخدم Benedict's reagent ده للكشف عن for detecting glucose in a sample of white flour. هنستخدم ال Benedict's reagent عشان نكشف عن وجود الجلوكوز في عينة من ال white flour أو الدقيق الأبيض. The result was negative. النتيجة طلعت negative، يعني إيه؟ يعني ال Benedict's reagent ما عملش ال change of color المطلوب. فأول سؤال بيقول لك why does the color of reagent unchanged into orange؟ يا ترى ليه على الرغم من ان الستارش فيه جلوكوز لما حطينا البنديكس ريجنت اللون ما حصلوش تشينج، اللي هو المفروض المتوقع انه يحصل تشينج للبنديكس ريجنت into the orange color في وجود الجلوكوز؟ فبيقول لك ليه ما حصلش؟ ليه التست بتاعنا طلع نيجاتيف؟ بمنتهى البساطه انت المفروض عارف ان الستارش ده is type of complex sugar polysaccharide، واحنا عارفين ان البوليساكرايدز are not detected by Benedict's reagent. البنديكس reagent بيديتكت بس السامبل شوجر، يعني ممكن الجلوكوز يبقى ديتكتد بالبنديكس، لكن الجلوكوز هنا is not free، ده الجلوكوز هنا combined مع بعضه عشان يكون complex molecule من الستارش. يبقى اجابتك هنا هتقول له ايه؟ ليه ما حصلش change of color؟ هنقول الاجابه because starch is a complex sugar which is not detected by Benedict's reagent. يبقى الستارش is not a simple sugar, it is a complex sugar. While Benedict's reagent just detect the simple sugars only. يبقى البنديكس ده انا بستخدمه للكشف عن السامبل شوجرز، لكن الستارش از ا كومبلكس شوجر فما ينفعش ان البنديكس يعمل له ديتكشن. طيب ننقل على الجزء الثاني من السؤال. بيقول لي if you know that the starch is partially digested in mouse، لو انت عارف ان الستارش بيحصل له عمليه هضم جزئيه in mouse where it is converted into a sugary substance، هتتكسر وتتحول لشوجري substance. What is the procedure that you must carry out it before detecting the glucose؟ ده تابع للسؤال اللي قبله. بيقول لك طب انت عارف ان الستارش بيحصل له عمليه هضم جزئي في الماوس بيتحول فيها لشوجري سبستنس، هتبقى سامبلر. طيب ايه البروسيدور اللي انت ممكن تعملها علشان تقدر تعمل ديتكشن لوجود الجلوكوز؟ بمنتهى البساطه انت هتعمل تشيوينج، هتعمل تشيوينج of the starch sample. هبدا اعمل لها chewing، امضغها chewing، هيحصل لها conversion into a sugary substance. بعدين هاخد السامبل after being chewed well chewed، اعمل detection
هنا هتحول الكونفرجن اوف ستارش انتو جلوكوز، فلو عملت التست تاني افتر تشيوينج هيديني البوزيتيف ريزلت مع البنديكس ريجن. يبقى اجابتك هنا هتكون ايه؟ هتقول له ذا سامبل ماست بي ويل تشيود بيفور تيستينج ات وذ بنديكس ريجنت، علشان كده يبقى الستارش از كونفرتد انتو سامبل شوجر فيبقى كان بي ديتكتد باي بنديكس ريجنت. طيب ننقل على الجزء الثالث من نفس السؤال، بيقول كان ستارش بي ديتكتد ان ا ويل تشيود بريد بيس باي يوزنج ايودين سوليوشن اند واي. طيب هنا السؤال بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم ان احنا عارفين ان الايودين هو اللي بنستخدمه تو ديتكت الستارش. الايودين سوليوشن بنستخدمه فور ديتكشن اوف ستارش. فبيقول لك لو انت اخدت ستارش وعملت لها ويل تشيوينج، بدات تمضغها كويس جدا في قطعه من البريد بيس، يعني قطعه من الخبز، احنا عارفين الخبز بيبقى فيه ستارش. طيب انا دلوقتي اخدت قطعه من الخبز فيها ستارش وعملت لها ويل تشيوينج، مضغتها كويس جدا، وبعدين اخدت السامبل دي او البيس اوف بريد دي وحطيت عليها الايودين سوليوشن، هل الايودين هيحصل له تشينج ان كلر؟ المعلومة اللي هنا المطلوب انك تعرفها ان الايودين is used to detect مين؟ الستارش. طب انا بعد ما عملت تشيوينج هو الستارش هيفضل ستارش ولا هيبقى decomposed او broken down into simpler sugar؟ فانا هنا الاجابة ان هو طبعا by chewing الستارش will be converted into simple carbohydrate او simple sugar which will not be detected by iodine. تمام؟ يبقى انا كده هقول له ايه؟ هو بيقول لي كان ستارش بي ديتكتد، هتقول له نو. واي؟ بيكوز ستارش افتر بينج تشيود ويل بي كونفرتد انتو سامبل شوجر ويتش ويل نوت بي ديتكتد باي ايودين سوليوشن، لان الايودين ده بيستخدم للديتكشن للستارش اند نوت فور سامبل كربوهيدرات. طيب ننقل على السؤال الثالث، هو سؤال بسيط بس بيعتمد على انك تبقى عارف الدايساكارايدز والمولكيولز فورمينج ايت. What is the molecule that results from the combination of glucose molecule مع الفركتوز molecule؟ أنا لو عملت combination مع ما بين الجلوكوز والفركتوز، إيه المولكيول اللي هيطلع لي؟ هيطلع لي دايساكارايد من أنهي نوع؟ أنا كده حطيت two molecules من الشوجر، فكده هيطلع لي دايساكارايد من أنهي نوع اللي هو سكروز. طيب السؤال الجزء الثاني، لو جلوكوز مع جلوكوز يبقى هيكون molecule of دايساكارايد اللي هو مين؟ المالتوز. جلوكوز مع جالاكتوز يبقى دايساكارايد كولد لاكتوز ويل بي فورمد. خلاص كده احنا اخدنا يعني تقريبا يعني كده ايه مدى فهمك للسن 1 الكربوهيدرات وازاي ان هي ديفايدد انتو سامبل اند كومبلكس وازاي نعمل ديتكشن لكل واحد منهم. ثانك يو فور يور اتنشن، وان شاء الله نكمل مع بعض اسئله على الاجزاء اللي جايه من الـ limit one.